الخير وحياكم الله معانا في برنامج ملعب سي 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 سي. معانا الكابتن اللي حير الملاعب، حيرهم كلهم، كابتن بوحران. حياك الله كابتن. حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين. حياك الله. وكمان أحب أرحب بالمخرج والمصور اللي جابنا من الفندق وناوي يطلعنا بدون فلتر إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. ونرحب بالكابتن، كابتن السؤال يا كابتن حوران، أنت تعلم أنه من زمان نادي الاتحاد كان دائما يلعب مثلثات مثلثات، ليش الآن المدرب غير إلى مربعات مربعات مربعات؟ لماذا؟ والله شوف، يعني تشكيلة نادي الاتحاد يعني هي تشكيلة مناسبة الحين، وبالأخص يعني لو جالوا الدعم يعني زي النادي اللي بالي بالك، يعني أنت عارف واللي جنبك هذا اللي ما عارف اسمه كمان عارف الشغلة هذه. نعم، ما عليك منه، هذا ما عليك. بس هناك سؤال يطرح نفسه الآن، المنتخب السعودي مدرب المنتخب السعودي، ليش هو الآن بيلعب بالأظهر؟ المفروض أنه يلعب أجنحة. إحنا قلنا له ألعب أظهرة، لكن هو مصر يلعب أجنحة أجنحة أجنحة، بطل أجنحة. بس أنت إيش رأيك؟ شوف، يعني المدرب هيرفي رينارد، لا لا لا، هيرفي رينالد اسمه، هيرفي حق الذبيحة قصدك؟ لا لا يا كابتن، هذا اسمه، هذا اسمه. أنا مو يعني أنت ناوي تغلطني؟ لا لا، أنا عمري في حياتي ما غلطت أحد. أنا ضيوفي أنا أحترمهم، لكن ضيوفي اللي يخلون أدبهم أنا أرد عليهم. أنت كده ما احترمتني. لا يعني أنا محترمك يا كابتن، بس يعني تحب تختم البرنامج بكلمة أخيرة؟ أحب يعني أقول شكرا للمخرج وشكرا للمصور اللي حيرجعني للفندق، وشكرا. انت في بيني وبينك شيء؟ في بيني وبينك شيء؟ ماخذ عليك فلوس؟ لو سمحت، لو سمحت قاتل قاتل. هدي اعصابك. شوف، اقسم بالله لو انك في الحاره، في خبر حصري، اقسم بالله الكابتن حوران يعتد على احد محللي برنامج سي 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 سي. لمعرفه التفاصيل تابعونا الحلقه الجايه. الكليه من هنا، الكليه من هنا، من هنا تحت تحت هنا كليه. نعم نعم، خذ هذه على البنكرياس، البنكرياس كذا. مع السلامه. بنكرياس تحت، من تحت.